حوار اليوم من الاو تي في. صباح الخير الى هذه الحلقه وضيفي رئيس تحرير موقع الكلمه اونلاين الكاتب السياسي الاستاذ جوزيف أبو سمي... سيمو ابو فاضل. انا ضعت عملت لك كله مع بعضه سيمو ابو فاضل. كيف عمل حل صعب عندك؟ لا مش عامل ابدا. تواصلت معه من كم يوم يعني، بس انه كيف المبنى تمام منيح كيف احوالك؟ تمام. خلينا قبل ما افوت بتفاصيل الحلقه استاذ سيمو، انطلق مع زميلنا جورج عبود من وقائع الدفن يلي اليوم سنتابع وقائعه عبر الاو تي في ابتداء من الساعه 1:15. جورج يعطيك العافيه. الله يعافيك جورج، انت وضيفك ومجتهديش اشهد الاو تي في. جورج، ماذا في التفاصيل حتى هذه اللحظه؟ موكب الجنازه، المواكب، ايضا وضع الامن على الطرقات. جورج، على وقع تقبل التعازي بصالون كنيسه مرجرجت بجبال، طرقات لبنان عم تشهد توافد مناصري القوات اللبنانيه للمنطقه من اجل المشاركه بجنازه المغدور باسكال سليمان. وسط اجراءات امنيه مشدده للجيش اللبناني والقوى الامنيه منذ ليل امس بمختلف المناطق وخاصه المصنفه بالحساسه امنيا. نهار الجنازه ودفن باسكال سليمان رح يتم وفق البرنامج التالي. عند الساعة 12:30 من المتوقع أن يصل جثمان المغدور من مستشفى سيدة المعونات إلى كنيسة مارجرجس بجبال، على أن تبدأ مراسم رتبة الدفن بتمام الساعة 1:00. وهنا يذكر أن شاشة الأو تي في رح تنقل وقائعه مباشرة عبر شاشتها عند الساعة 2:00. أيضاً عند الساعة 2:00 رح يكون في الكلمات السياسية، على أن ينتقل الجثمان إلى مأواه الأخير بسيدة إليج ميفوق عند الساعة 3:45 برفقه رفاق المغدور والمناصرين بحزب القوات اللبنانية إلى جانب الأهل والأقارب، على أن تتخلل الطريق محطات عدة للوداع الأخير، تبدأ من ساحة عمشيت مروراً بنقطة تجمع عند مفرق دكان الظهر. أما المحطة الثالثة فهي ببلدة عبيدات، فيما الرابعة رح تكون عند حائل مكان وقوع الجريمة الشنيعة، مرورا بالخربة ومفرق لحفة دواجيج، وصولا إلى مسقط رأسه بميفو. يشار إلى أنه جهاز الشهداء بحزب القوات رح يسلم أهل الشهيد علم الحزب ووسام الشهيد. مثل ما ذكرنا، إذن وقائع دفن وجنازة المغدور باسكال سليمان رح ننقله مباشرة، وأكيد تغطية لهذا النهار الطويل عبر شاشة الأو تي في برسائل لاحقة. نعم، شكرا لك زميلنا جورج عبود. طبعا نرجع نتوجه بالتعازي إلى عائلة باسكال سليمان، إلى حزب القوات اللبنانية وإلى اللبنانيين جميعا. سيسيمو، يلي صار والاتصالات بالساعات الماضية أنهت الفتنة يلي كان البعض يعول عليها أو البعض شايفها أو البعض حاططها بالحسابات؟ خليني أقول لك ثلاث نقاط. أول نقطة، أتمنى ما أكون أنا قلته زعجك يعني هيك. لا لا أبدا أبدا، تبسيء أنه بعد المفتوح على بعضه. لا لا أبدا جزيف يعني، لا لا هي سبيل النكتة في بداية الحلقة. لا لا أبدا، أنه حاضر عندكم يعني، لا مش لا عندك. لا أنا بقدر أنك أنت يعني بتتعاطى بعيدا عن مرحب فيه حتى. طبعا هو يعني قدير. النقطة بدي أقولها أنه ما في كان في جو فتنة بقدر ما دام. أول شيء يرحم الله يرحمه الفقيد، يا تعزيل للقوات المنية دكتور جاجة، تعزيل لأهله، تعزيل لمجموعة كبيرة تضمنت معه. وبنفس الوقت هي مش مجاملة ولا شوية مجاملة، لأنه عم نحكي عن فتنة. أنا سمو أبو فضل بقول تعزيل كمان بالمغدور السور محمد السور، وتعزينا لأهله. ليش؟ لأنه إذا في عليه عقوبات، هي عقوبات أمريكية ما لا تقتل، لا تدفع للقتل. فإذا كمان يعني تقول أنا أنه اللبنانيين كلهم عم يوجعوا، تقول أنه ما حدا بخلص من الفتنة ومن الفراغ الأمني. بدي أعطيك مثل، الفراغ الأمني وصل إلى هذا الواقع، الجريمة اللي صارت مع مغدور القوات، شهيد القوات اللبنانية باسكال سليمان، لأنه هذا الفراغ أدى إلى هذا الواقع. كذلك الفراغ الأمني وصل إلى جريمة كمان محمد السوري. يعني هلا ما تقول إنه معروف كان شعبة المعلومات اللي تابعة لقوى الأمن الداخلي، معروف العميد خالد حمود بقدرته قديش كشفوا شبكات إسرائيليين. اليوم وقت الأجهزة بتنشغل بأمور جانبية داخلية بالخلافات، مش عم بحكي عن موضوع جريمة
باسكال الله يرحمه، انه تم تتوزع الطاقات. يعني هيدي معروف قديش المعلومات كشفت شبكات عماله مع اسرائيل صحيح. من خلال عده وسائل عندها. فاذا ترجع نحكي عن الشهيد باسكال سليمان الله يرحمه، يعني ما كان في فتنه، تنقول واقعين كان في رد فعل طبيعيه عند فريق اكيد شاف شيء غلط، يعني بعمليه تعدي على شخص من يعني مسؤول بصفوفه، وهذا المسؤول حتى اعزل مسدس مش حامل، بما يعني هذا الفريق السياسي لم يكن يوما يعني يدمر الشر او العناصر المسلحه وعنده استعداد لاي مشكل. قبل ما تبين امور حق طبيعي ينزلوا على الارض، يعني يعبروا يستنفوا، بس ما راحوا اكثر من بس مركز، راحوا على مركز محدد، يعني ما راحوا باتجاه بس بالاتهام يلي صار يوم اعلان المقتل. يعني حزب الله واتهام حزب الله ودغري الانظار الى حزب الله والجريمه السياسيه، هذا كله كمان كان ممكن ان يؤدي بمكان معين الى انزلاق ورد السيد حسن نصر الله. كمان ما بدنا ننسى اللي كان عالي النبره واتهام القوات اللبنانيه والكتائب بانهم يريدان حرب اهليه بالبلاد، اعطى شكل من اشكال انه لا، في الامور متوتره جدا وقد تنزلق. هلا اللي صايره انه السيد حسن هو يعني بيعطي الدروس لكل القوى اللبنانيه. لا، في واقع ما بينقبل يعني بهذا المنطق. اولا انه طلع يقول انه الجريمه هي سرقه. كمان هو بده يعطي الوقت للدوله للاجهزه تعطي 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 رايها يعني او تعطي معطياتها. في حزب، في رئيس حزب كان عم يتبلغ بالتفاصيل. هذا رئيس الحزب حضر الى مركز القوات اللبنانيه بمستيطة لتطويق اي مضاعفات. القوات اللبنانيه وقت اللي كان فيه يعني عندها معطيات واضحه واتهمت حزب الله بمقتل او قتل الحنوش الياس قالتها. فاذا اليوم اذا صار في رده فعل كنكون واقعيين، يعني مش معناتها مبرره، بس مش معناتها بيجوا بحملوا هذا الفريق بالفتنه، حقه يقول اخ، بس مش معناتها عن الاتهام. نحن عم نحكي بين الاتهام وبين ما حصل ببعض الشوارع وبين انه يقولوا يا اخي بدنا الدوله، في حدا عم بيستهدفنا، لانه الطريقه اللي صارت فيها الجريمه بالمنطقه اللي صارت فيها الجريمه يعني لها رمزيتها، الشخص بحد ذاته الله يرحمه له رمزيته. فاذا مش كل كلام يعني في حدا بده يحط نقط، يعني المسيحيين لهم حق إذا نوجعوا يعطوا رأيهم، وهني كانوا عم بحذر أنه هذا الفلتان سيصيب الجميع، وأصاب أحد المغدورين من بيئة حزب الله. فإذا ما عم ينحكى من هذا الفريق، إن كان سامي الجعجع، سامي جميل، كمل شمعون، فارس السعيد، التغييريين، بولا يا أوبيان، بوضاح الصادق، الحزب الاشتراكي، التقدم الاشتراكي، ما حدا عم يحكي عن غلط بمطالبتهم بأنه الدولة تكون حاضرة. والقوات اللبنانية كانت واضحة، قالت تحلل الدولة وسقوط المؤسسات أدى إلى حصول هالجريمة اللي هي تبقى سياسية حتى اتضاح النتائج. شو يعني تبقى سياسية حتى اتضاح النتائج؟ وشو يعني يلي لحق هذه الجريمة يعني بالأيام الماضية من شعارات حزب الله إرهابي 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 حزب الله إرهابي؟ يعني هذا كمان ما بعرف كيف بتفسره حضرتك. لما بدنا نقول هذه جريمة سياسية، يعني بالسياسة عم نتهم حدا. أنا عم أقول كلام على القوات اللبنانية، لأنه اليوم الله يرحمه اليوم في شخص وفي أكثر من يعني هذا حيكون تحت التراب بعد الظهر، عنده عائلة، هذا شاب منتج. ما فينا أنا اجتهد بمقتله أو اتنكر أو زايد. اليوم طلع بيان عن القوات اللبنانية قالت إنه عندها ثقة أو تنتظر الأجهزة الأمنية. الأجهزة الأمنية اليوم تحقيقات عندها سرية، رح تصير بعدين علنية، بعدين رح تبين، وقدرة تعرف ساعتها شو بعض الجريمة. بس هي تعتبر القوات اللبنانية إنه الطريقة اللي صارت فيها والشخص يعني ومسؤوليته وموقعه مش ممكن تكون جنائية. هي أول نقطة. أنا ما بقدر يعني اليوم بهذا الزيت اللي بعد ساعتين ثلاثة بده يحكي سمير جعجع، يمكن يكون عنده معطيات، يمكن ما يكون عنده معطيات، يمكن يقول نفس الكلام. يعني تحديدا اليوم يعني حضرتك حكيتني من جمعة، قلت لي بتحب كون أنا ضيفك، كل شيء رفتهم بيها، بس حكينا على شيء إنه أنا كان براسي إنه هل بتصير الحلقة أو لا، لأنه كنا عم نحكي بغير موضوع. نتيجة بهذا البلد إنه ليش شو صار في تطورات، مقتل ما جريمتين، كل وحده الى لون، بس كلهم مش عاديه، يعني مش جرائم عاديه. الا حق الوقت اللبنانيه بس تعتبر، بس رده الفعل اختلفت استاذ سيمون.
يعني بين جريمة باسكال السامين وجريمة محمد سرور في ناس بيقارنوا بردود الفعل، يعني بين ردة فعل القوات اللبنانية وردة فعل حزب الله وحركة أمل. حزب الله وحركة أمل بالنواب يلي طلعوا وحكيوا بعد مقتل محمد سرور ندعو ونثق بالقضاء وندعو وندعو وندعو، ما كان في هذا التصعيد بعكس القوات اللبنانية. أنا بدي خبر خبرية، يعني هيك خبرية مش إنه عم تسلى. في كتير ناس اعتبروا إنه القوات اللبنانية ما عملت ردة فعل. إذا القوات اللبنانية هيزا أي ردة فعل، يعني أي نقطة منهم أي وحدة، إنه نزلوا أول يوم تجمعوا ونزل سمير جعجع، تاني يوم يعني وقت صار إنه واحد على السوشيال ميديا يحكي ما في نائب قواتي سمى حزب الله. أنا اطلعت نبشت عليه خصوصا لأنه بده يكون عندي مؤيد. يعني مثل اللي قاله أنطوان زهر امبارح إنه ما حدا اتهم حزب الله. وإلا إيه ما حدا اتهم حزب الله. هلا حزب الله إنه عنده قدرات وبيعملها إيه هن بالنسبة إنه أو برأي العام إنه حزب الله جسمه لبيس ليش تنتنكر، بس بهيدي ما اتهموا، يعني مش ناقصهم يقولوا إذا حزب الله قالوا عليها. هن عم بيقولوا إنه مش ممكن تصير بهذه العفوية هذه الجريمة، بس بنفس الوقت هن قدروا، يعني التواصل اللي صار معهم، يعني ما إنه مدير المخابرات قد عمل اتصالات بالجانب السوري العميد طوني أهوجي، اللواء بيسر عمل اتصالات بالجانب السوري كمان يعني تيردوا هذا شبه فيهم، نائب رئيس جهاز أمن الدولة العميد حسن شقيري عمل اتصالات كل واحد مسؤولين سوريين انه التجاوب السوري، يعني ارسال هود المجرمين خلى هلا يعني الاجهزه تقول اعطونا وقت. هلا هون في عناصر موجوده، في القتيل الله يرحمه، في يعني المتهمين بدهم ينطوا. القوات اللبنانيه بتقرر، اذا القوات اللبنانيه قالت حزب الله انا بدي اقول حزب الله حكما، يعني انا ما فيني اطلع فوق موقف القوات او موقف القضاء، عم بحكيك اياها تتعرف كيف البلد. بس الناس اذا عملت ردة فعل، الشباب على الارض محقونين، اولادهم عم بفلوا عم بهاجوا، شايفين حزب الله اللي عم يعملوا مش بمحله بموضوع الهيمنه بموضوع الدوله، لحتى موضوع المشاغل، لحتى بالطائف الشيعي في ناس عم بيقولوا ما قلنا فيه. فاذا هذا الواقع طبيعي ردة الفعل يا استاذ، مش معناتها طبيعي التعدي على حدا او شتم حدا، بس يعني هون عم تفصل طب البطل كراعي، البطل كراعي بيحكي بالسياسه بالبعد الوطني، ما حدا يعني ما حدا بوفره بالعماله وبالاساءه له. البلد مفتوح لانه ليك شو صاير، اسرائيل فاتحه حرب على لبنان، سوريا حدودها مفتوحة وفي هلا بنحكي نوعين من النازحين، في فلسطينيين بالساحة اللبنانية، في فراغ من المسؤولين الأمنيين بالواقع، يعني الساحة مفتوحة الواقع على المسؤولين الأمنيين. أنا بقولها دائما ومش قايلها عندك بس هون، اللي هن بعد 2005 إنه يعني عناصر جيدة، منا عناصر دموية، منا عناصر أمعية، يمكن واحد بيغلط بمحل معين، بس مش عم تحكي عن الناس اللي فجروا كنيسة كانوا يعتقلوا الشباب الشباب المسيحي على كلهم، كان عونة أو كان قوات أو كان تيار أو يعني كل واحد حراس أز. فإذن عم نحكي عن مرحلة جديدة، هو ما فيهم يخبوها للجريمة. اليوم الزمن تغير، ما فيك تعمل تركيبة كنيسة أو تقول لهم هذا اسمه راسي، ما فيكم تفتحوا هذا محمله. بطبيعة الحال الجيش اللبناني لما صارت الجريمة طلع، يعني صار في معطيات عم تتكشف أكثر وأكثر عن أنه كيف ضرب على رأسه، كيف نقل إلى سوريا والعصابة ومين كان بهذه العصابة، يعني في معلومات ملموسة على الأرض اليوم، بدأ الحديث عنها عم بتبعد الشبهات عن حزب الله. ما هذا أنا عم أقوله، أولا عم أقول أنه ما في شبهات يعني عن الفريق اللي حضرتك عنه، انه احنا اليوم ما فينا نجي، انا ما بقدر اليوم، انا عندي انا كمواطن وكمراقب وكرب عائلي وكصاحب شغل عندي ملاحظات واداء انتقاد كبير على حزب الله، بس انا اليوم تأجي اقول هلا يعني عن لسان الوطني انه هي اتهمت حزب الله وحطها بموقع بالمواجهه، بكون انا عم يعني مسؤول عن فتنه، مش عم بحكي تهرب، عم بحكي انه القوات اللبنانيه عندها قدره، سمير جعجع عنده الشجاعة، القضاء رح يبين ما في يخفيها. فإذا اليوم الكلام اليوم إنه الناتج عن طريقة الجريمة، طب إنه معقول واحد يعني إنه معقول مجموعة تقتل شخص وتاخده معه حواجز على على سوريا، حواجز ما في، هذا الكلام إنه قطعت حواجز ما في شيء، طريق مفتوحة في نروح على الموسى على المعابر الغير شرعية، إنه لا ما فيش معابر غير شرعية، في كلها منطقة مفتوحة. هذا السؤال اللي عم بينحكى إنه طب إلهم حق يسألوا،
انه اخي مين عملها؟ طب انه هو السوريين يعني، طب مين وراهم؟ طب ممكن يكون حدا بالسياسة، بس يمكن ما رح اقول غير حزب الله، يمكن يكون حدا بالسياسة، فريق بالسياسة، بس مش قاطعة عند القوات اللبنانية انه العملية سرقت سيارة ما حقها 10,000 دولار، مش قاطعة يعني. بس عم بقولوا بنفس الوقت الكلمة الجيدة بدنا نعطيهم حقهم، ما هن في انتقاد عليهم بالبيئة تبعهم انه التاريخي والتسليم هالقد بمنطق الدولة، هذا انتقاد يسجل عند كثير ناس عندها عنفوان وكثير ناس. شو يعني اللي يجب التسليم اليوم بمنطقة الامن الذاتي؟ لا مش امن ذاتي، انه يعني انه دائما الدولة، دائما انه الدولة، خي الدولة بدك تقسيها اكثر، بدك تشدد عليها اكثر، يعني بدكم انه في فراغات كثير امنية، انه اوكي انه نحن مع منطقه الدوله، بصير في كثير مثلا انه مشاكل بيقولوا منطقه الدوله خد خي، موضوع الحنوش انه طيب اليوم انا انه اليوم صارت العمليه قالوا هن حزب الله، قال حدا من المسؤولين يا اخي انا ما بقى فيني اكمل، بده يروحوا هن يجيبوا مسؤولين عن الاجهزه السياسيين، رئيس الحكومه مسؤول عن جهاز، وزير الدفاع مسؤول عن أجهزة، وزير الداخلية زلمة اللي بيّن بهاليومين زلمة ناجح وقدير، قاضي بسامون لو مسؤول عن أجهزة، بتبلش بأسئلة طبيعية نيابية ليش وكيف يعني، بدك تبلش تحط جميع دين مسؤوليتهم، ساعتها بتوصل على جريمة تانية ما بقى حدا فيه خبيها إذا فيها تخبية يعني. هذه مشكلتنا أنه من الأساس ما عم نقدر نوصل بهذه الجرائم يلي عم بتصير لنتيجة واضحة نكشف اللبنانيين فيها، والأجهزة الأمنية تكشف اللبنانيين، والأجهزة القضائية تكشف اللبنانيين يعني. بس بموضوع الدولة يلي تحدثت فيه أنه تراخي مع الدولة، مثل ما قلت أنه اللوم على القوات أنا تتراخي مع الدولة، سيد نصر الله اتهم القوات اللبنانية وسأل عن المسلحين يلي عندهم والأسلحة اللي موجودة، وقال لهم أنتم اللي بتحكوا بالدولة هيهن شبابكم مسلحين، كان كلام واضح كمان عشية هذه العملية. هذه الزريعة تقول انه يعني الفريق الاخر مسلح، وانه هو اذا حمل السلاح تحت شعار مقاومة مضبوط، وهي عملية تهويل. هذا الكلام انه بيطلع بالصيغ بالبيئة الشيعية يعني بعدها مش كلها انتبه، حرام مش مضبوط يعني، عم بحطوهم لابناء الطائفة الشيعية يعني حزب الله اللي هو كليا مختلف خطابه عن حركة امل اللي عندها منطق عقلاني بعدة ملفات يعني، وحتى موضوع الحرب اللي قائمة، والرئيس بيري عم يدير الموضوع كمحور بين الغرب والشرق يعني، بمعنى يعني ما عم نحكي هلا يعني عم نحدد انه السفرة كلهم بيقعدوا معه، بينما بكره السفرة بدهم يعملوا جولة كل واحد بيغيب عن 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 شخصية. فاذا الجماعة بالبيئة يعني الشيعية ما فيها هذه العدائية، ولا في العدائية الشيعية المسيحية. انا ما عم بعمل هلا يعني انه عم بعمل عمل، لا بس هي هيك عم تتصور حزب يعني الله بيئته واسعة اليوم، عم تتصور انه السيد حسن شيعي انه عم بحط نقاط العالم انه تبكرة انه وقتها انه انتم عندكم سلاح، انه انا مش وحده حامل السلاح، انه انتم بدكم تتعدوا علينا. بعدين انه هو عم هن بكل المناطق بعز الحرب كان في وثيقه مشابل كان فيها انه هذا سعيد وجان حواط والكتائب، ما حدا بده يتعدى على حدا. هالعدائيه موجوده عند حزب الله تجاه الاخرين يعني، وصارت بمناطق الجنوب كمان، وهو مسؤول يضبه. ليش بده دائما يعني واحد يعتبر انه ممنوع يعطي رايه؟ الحزب عطى للمقاومة، مش قال السيد حسن المقاومة محدودة واسعة يعني بتفوت فيها على سوريا بتوصل على اليمن، بس هني هون عم يجوا يقولوا له يا اخي نزل شابين ثلاثة مسلحين اوكي. طب انه بدك تشوف اول شيء انه القيادة كيف تحركت، قوات حزب منظم، انا ماني قوات عم بعطي رأيي، بس سيمو ما في سلاح بس نزلوا عشان قالوا سمير جعجع طلعوا عن طريق طلعوا، ما في سلاح موجود اليوم تنحكي الامور مثل ما هي. عند مين؟ عند يعني عند المسيحيين يلي اليوم يتهمون حسن نصر الله بانه يمتلكون السلاح ومسلحين، وانه في عندهم تنظيم معين موجود. انا تقول لك بكل واقعيه في كثير عتب على القوات اللبنانيه وعلى سامي جميل، انه يا اخي طب ليش ما انه ليش ما بتطلعوا يعني بتعملوا لانه شيء مناطق ما بدهم يعملوها، ما بدهم يعملوها. اول شيء هن عندهم ثقه بجوزيف عون اللي هو يعني عميل عبده، عندهم ثقه بالاجهزه كلها سوا بقوى الداخل باللواء عثمان، عندهم تواصل مع الاجهزه كلها سوا. تبع كيف يعني ما في مسؤول الا بيتواصلوا هن وياه من الامن العام لامن الدولي او تواصل مع جميع الجماعه، ما بدهم يعملوا اي خطوه. طب ناس بتنزل على الشارع طبيعيه اليوم، اذا يعني ما نحكي هيك بالعفويه انه اذا حمل واحد الشيش، انا بقول لك اياها كل العالم عنده سلاح، بس انت كيف اي سلاح عندك ايه؟ هل عندك سلاح انت تعمل فيه يعني حرب؟ او اذا واحد عنده الشيش ببيته هذا موجود وموجوده وين ما كان،
هيدي موجودة كلاسيكية، ما يحنوا المسيحيين يبلشوا يهيئوا يحطوهم بموقع يعني، لأنه بموقع يعني الدفاع، لأنه هن مفككين، ولأنه هن أضعفوا حالهم بتصرفاتهم. هالتسليم هالقد إنه الدولة ونحن بدنا الدولة ومسلمين فيها، ما قلت لك إياها، بس هو خطاب مسيحي دايم موضوع الدولة، هيدا من بناء الدولة، بس ما فيهم يعيشوا بالنوستالجيا يعني. إنه عم هيدا بدي أقول لك إنه بنعيش مثلا إنه بمعركة زحلة، إنه القوات عملت معركة زحلة وقنات والأشرفية ال 100 يوم، وقال يرحم الرئيس شهيد بشير جميل، انه عايشين انه المسيحيين بنوستالجيا، بس بدهم ينظموا حالهم للمرحله المقبله. مش عم اقول تنظيم سلاح ولا هلا عم يعني تنظيم سياسي، بدهم طبعا بدهم ينظموا يعني حالهم. علاقه سياسيه بين الافرقاء المسيحيين. هنا قبل ما اروح على الفصل بدي اسالك عن تعاطي التيار الوطني الحر مع الملف قضيه باسكال سليمان، يعني يلي قاله جبران باسيل بمؤتمره الصحفي، اتصال امبارح التعزيه من الرئيس عون لعائله باسكال سليمان، نواب التيار اللي وفدوا ايضا للتعزيه، هذا المشهد يؤسس لمرحله مقبله برايك؟ طب انه انا ليه معمول انا؟ صارت جريمه. طب انه اوكي راح السيسي ما برميه، راح كذلك ابو خليل، عفوا سيزار ابو خليل، كذلك ابراهيم كنعان، وامبارح يعني في ناس راحوا لهونيك، واتصل ميشيل عون. طب هالعمليه شو معناتها؟ معناتها انه تمثيليه على بعضهم، او معناتها في مصير مشترك، او انه هي عمليه اجتماعيه. اذا عمليه اجتماعيه ما في بيناتهم علاقات اجتماعيه، اذا تضامن فاذا بده واحد يبني عليها تيعرف وين رايح بالمستقبل. مش انه العمليه انه نحن مختلفين بعد شوي بنسلم على بعضنا مجلس نواب بنبوس بعضنا وكل يوم نتهم بعضنا، واحد بالفساد وواحد بالاجرام. بده العمليه رؤيه، وما عم بحكي انا بموضوع اللي له علاقه يعني تآمري. بدهم يعملوا رؤيه، ان كان جبران بيصير حكي مطلوب منه اكثر، وإن كان أي فريق عم يحكي، إن كان فريق آخر مطلوب منه أكثر، ما فيه ينضمهم بهذا الانقسام. يعني هلا خلصت، تلف دفن الزلمة اليوم، عملوا بين بكره رح تسمع كلام آخر، يعني بكره يوم آخر كالعادة. هذا اللي عم نحكيه، مش عم نحكي تمنيات، عم بحكيك عن وقائع. المسيحيين اليوم مسؤولين، اليوم برقبة ما يحصل اليوم أربع قوى. اليوم هن برقبة سمير جعجع، جبران باسيل، سامي جمعيل، فرنجيك، الواحد على حجمه. بدهم يعملوا اطار، ما عم نحكي لا كونتون ولا فيدرالية، لا عم نحكي بورقة عمل ضد حدا. ما بقى لهم حق هن يكونوا وحدهم كمان، وعلى خلافاتهم كل واحد من موقع يمشي المسيحيين. عندك 30 سنه اذا بدك تعيش، او 20 سنه بدك تعيش على الوتيره، مشكله. طب يعني بتعتبر هذا التضامن يؤسس لمرحله مقبله؟ انا ما بشوفه يعني، ما بشوفه باساس التضامن يعني، هي هيدي الحدود لا تنقضي بس انا هيك بشوفها التعزيه، انا هيك بشوفها يعني واجب اجتماعي كانه هيك بشوفها. طبعا طبعا هي واجب اجتماعي، انه مش غلط تكون، ما فيدها منا. ما هو اذا واحد ما عملها كمان بترتد عليه، يعني ما حدا يربح جميل الثاني. لماذا لا يمكن ان تؤسس؟ طب انه صار هذا الواجب، وفي دائما يقال انه التيار يحاول باتجاه القوات اللبنانيه مد اليد، والقوات اللبنانيه تصد التيار، حتى انه في البعض عتب على القوات انه ببيان الشكر يلي صدر منا ما صدر فيه شكر للتيار الوطني الحر يلي وقف الى جانب القوات بهذه المحنه. انا ما بدي اقول، انا قلت على ام تي في، كنت انا والاستاذ بيير ابو عاصي، وقلت انه الدكتور جعجع بما عنده من دور حجم لازم انه يكون على تواصل يعني مع رئيس نبيه بري، يعني بمعنى الحوار، مش على فنجان قهوه يعني، اعطينا حوار شامل. وحتى كذلك قلت يلا قبل مش عندكم، على انه بينه وبين جبران باسيل لازم يصير شيء، رغم كل عدم الثقه اللي مشكلها جبران باسيل. خلينا نحكي هيك، لانه في نقطتين المشاكل اللي عملها هو يهون سابقا، نقطة السلاح اللي بعده عم بقول جبران باسيل انه نحن ورا المقاومة بدفاع عن لبنان. اخي طيب، بس هيدي المقاومة اللي صار انه سلاحها ما له حدود، بده يحدد هو يعني بالبند العاشر، في بند عن المقاومة، بده يحدد انه طب هذا السلاح بدفاع عن لبنان، بس شو حدوده ما بعد الدفاع عن لبنان؟ إذا عم يحكي عن المشاغلة مش غلط، بس المشاغلة بانه بالطائفة الشيعية في ناس عم بيقولوا نحن مش معها، رئيس بيري عم بقول مش معه، يعني اللي هو بين مقاومه وبي واما بقول واحد اقرب الثنائي عم بقول انا مش معه، بس طبعا هلا سلم بالمعركه وعم بقدم كمان حركه امل عم تقدم شهداء. فاذا هذا الموضوع بده يروح فيه اكثر، مش معناتها يعني تنازل، بده يقدم يعني علاقه اكثر. وانا قايلها لازم دكتور جعجع يقعد هو، دكتور جعجع يقعد هو وياه، مش عم اقولها لانه انا قايلها، قلت لك قبل على الام تي في وعلى الجديد وغير المحلات، لانه ما فيهم يعيشوا
المسيحيين على وتيره خلافتهم، كل واحد من موقع. اذا هذا ما عنده ثقه، اذا الثاني ما بيحكي معه ما عنده ثقه فيه، ما بيقدروا. اللي عم بيصير بين النواب اوكي ترقيع بس مش اكثر، بما العرب اتفقوا. انا عم بحكي انه اليوم في دم، ممنوع المزح. وقت اتفق مع العرب اتفقوا، ما رح احكي اكثر. وقت التقاطع على جهاد اسعار اتفقوا. فاذا في محلات فيكم تتفقوا، لانه يعني. طب هلا هون في مصير مجتمع، قبل كان في اتفاق وهون كان في اتفاق، يعني هلا في مصير مجتمع ما فيكم تلعبوا فيه، كل واحد مسؤول من جهه. اصلا انتو كمسيحيين هلا مش وقتها، مش عاملين شيء للبيئه، منميينا، معززينا، مقويينا، منعين الناس، مأمنين وسائل عدم الناس ما يفلوا ما يغادوا، كل اللي عاملينه خلافات، مش خلافات وتشرذم. هيدا انتم اليوم ما فيكم اليوم، يعني بدكم تأمنوا شيء العالم. اليوم معروف مين بقدم مساعدات بالبلد، اذا قلتها هلا اني بتقولوا عم تعمل دعايه، يعني معروف. لا فيك تقول لا لا لا، انه بتروح على جنوب، معروف انه شارح حاج راح هو السفير بابا، هو عم بقدم مساعدات، بيشوف انه سوريا نعمه طعمه بالاشرفيه، يعني تونس حناوي وبولي عبيان وفرعون البلد. انه وين الاحزاب؟ وين الخدمات؟ ما حدا يقول ما عندنا امكانيه. الاحزاب بتامن من المتمولين لها هي، طيب تحطهم على العالم. انا هذا عم بحكي اليوم، لو انت عندك بيئه اقوى مرتاحه، طيب كيف يعني ما بتحكي، ما بتعيش هذا النزيف من الهجره. رح أكمل مع حضرتك، ارجع كمان نفتح ملف النازحين، لأنه ما جرى بالساعات الماضية اليوم وضع ملف النازحين على الطاولة من جديد، ولكن بعد هذا الفاصل الأول. سيمو أبو فاضل، مشهدية النزوح السوري والخطر الذي يتهدد اليوم تطرح جديا على الطاولة. أول شيء بدي بلش معك بنقطة، نقطة الانتقام اليوم يلي عم نشوفها، الانتقام بالشارع، هيدا موقف حضرتك منها، تبلش من هون. بالواقع انه في يعني صار في ردة فعل، بس انا ما بقول انه ردة فعل مبررة او انه هي قوتية. أنا بقول صار في ردات فعل على ناس انجرحوا، ضربوا بعنفوانهم، عم بيشوفوا باستمرار عمليات يعني إجرام وزعلنة من فريق من السوريين. تقلك شو هني؟ في نوعين ثلاثة من النازحين السوريين. في النوع اللي إجا غريبة وانضربت بيوته وضيعه وما عنده بقى حتى العين تبع المي، ضربوا له إياها بالضيعة ما يشرب منها، حملوا حالهم إجوا. في منهم عمل مستندات وقعد عيش بخوف الله. في ناس هودي من مناطق النظام مثلا، وهن مش مع النظام. في ناس من مناطق النظام عم يجوا لهون وانتخبوا رئيس الاسد، وبروحوا بيجوا دائما، هو بيمثلوا شي 65% من حجم السوريين الموجودين بلبنان. هودي عم بروحوا بيجوا، هودي لازم يتابعوا. وفي مجموعه ثالثه اللي هي هودي يعني المجرمين اللي بيروحوا بيجوا ما عندهم مستندات، بيعملوا جرائم، بيسرقوا على الحبس، عصابات. في ثلاث انواع. هلا مطلوب هذا الموضوع يصير فيه اجراء. وقلت لك قبل شوي يعني الحكايه وزير الداخليه ليش يقدر عليه؟ لانه خلينا نحكيها بواقعيه، يعني اليوم رئيس ميقاتي وبين انه عم بحرض على السوريين، ما استدعى عم بيحرض منه انه نحن لا نحرض على السوريين. لا هاجموه، هذا الظلم بحقه. يعني رئيس ميقاتي اخذها انه هودي واقع سني بدي احضنهم انا وفتح لهم ابواب. رئيس ميقاتي وقت صارت بال 2011 ايه اخذها من بعد مذهبي يعني. امبارح وزير الداخليه عم يحكي كشخص مسؤول، كشخص وطني، ما رح نقول قبل منه بالداخليه شو صار كمان، بس هو كان واضح، يعني كان واضح لما تحدث كمان عن المعابر غير الشرعيه. هلا بتقول لك اياها انه اليوم ما في مسؤوليه على الاخرين. اذا قلت اليوم انت مسؤوليه على الجيش، اذا انا قلت مسؤوليه على الجيش اللبناني، بيقولوا لك ما عندنا عناصر. يعني هذا الموضوع يعني فيه حميل اوجه كثير. يعني من هون عم نحكي انه عن نقطه اساسيه، فرنسا امريكا اللي هي عفوا فرنسا ما بقى عم تقدر تتحمل الهجره غير الشرعيه من الجزائر ومن تونس، وقت هن عندهم عقده بعد انه الذنب قديش عملوا بهذه الشعوب، وعم يعملوا نظام وما عم يقدروا يضبطوا. امريكا ما عم تقدر تستوعب بقى اللي هي 320 مليون مواطن، الهجره من المكسيك اللي هن يمكن في تشابه بيناتهم. هون البلد ما بقى يتحمل اللي عم ينحكى، هو بده يصير في تضييق. بس كيف بدك تعمل الموضوع؟ اذا يعني رحت على موضوع القوى الامنيه، بتوقف القوى الامنيه خمسه. انتبه نحن ما عم نحكي دفاع، ما عندها بالسجن ما فيها طعميهم اذا حطتهم،
طب بدها تشحنهم، بقولوا له للأمن العام أنت عم تشحن، عم تشحننا ونحن مطلوبين هونيك. مشان هيك بدك يعني إذا الجيش بوقف وبيكشف تحقيقات وين بده يحطهم عنده؟ على السجون ما في. بدك ساعتها هون دولة، يعني بدك رئيس جمهورية، بدك حكومة تقدر تتحمل أي إجراء عم بيصير. بتبلش مثل ما قال وزير الداخلية بتشديد المستندات، ساعتها بيعرف المواطن السوري أو الهارب إذا جاي لهون أو أي واحد يعني غير شرعي إنه ما بقى في خلص بحاله، ساعتها مجبور يفل، يعني بيخضع لإجراءات. اليوم بيقولوا لك إذا وقفنا واحد، بحضرتك يمكن تسمع، أنا مش عم شاهدك تأزعجك، بيقولوا لك أحيانا إذا صار مشكل أخي دوم ما في مغفر، ما في محل بالمغفر، يعني إيه ما في محل تنحطه. فإذا هذا الموضوع بده مسؤولية أوسع، بده إطار أوسع، بده عتاد، ببلش بالتنظيم وبقول لك اياها بالتضييق. ما كمان الناس كتير كانوا يعني الأخوين، يعني ما انعملت بيئه واعيه، صار كل واحد اذا عنده يعني امكانيه ياجر او لمصالح معينه يعني ياخذ محل يحط فيه حدا من التبعيه السوريه. في مسؤوليه على اللبنانيين، في مسؤولية عليهم كثير. بدأوا برأيك بس الدولة بدأوا اللبنانيون يشعرون بهذه المسؤولية؟ يعني شفنا الدعوات اللي صارت ووجهت ببرج حمود ومناطق أخرى من لبنان، لا دعوة السوريين للمغادرة بحلول نهار الجمعة اليوم، بدأ يعني بس يعني في نوعين من اللبنانيين، اللبنانيين يلي متفهمين لهذه الأزمة ويعانون منها ويريدون الانتهاء منها، اللبنانيين يلي رجعوا عم بيوعوا أنه لا وبلشوا يوقفوا عملية العمالة السورية بوظائفهم، وفي اللبنانيين اللي يذهبون باتجاه ردة فعل انتقامية مثل اللي شفناها كمان. يعني في ثلاثة مقسومين. الدولة اللبنانية من سنوات من عقود محددة مثل بكل دولة كمان، يعني محددة انه ايها مجالات العمل مثلا يمكن للسوريين، ايها يمكن للفلبينيين، يعني بهالمعنى في مجالات عمل انت بحاجة لانه بالزراعة بالبناء. هلا ما احنا عم نحكي بس انه متخطط هذا الشيء، عمل لك انه في مجالات يعني عمل محددة. ما هو انه اذا جاي لهذه الغاية هيك عمول انا، يعني انت بتعطيه وراء وبتأمن له اياهم، اذا مش جايبهم لا ما بيحصل عليها وما بيقدر رب العمل يحميه. هيدا اذا قلنا البلديات عندها دور مساعد، ما عندها جهاز كمان البلديات. فاذا بده هيدا الموضوع اول شيء يبين بوعي الناس، هلا ما عم نحكي ارشاد، نحن بده يبلش بوعي الناس، بده يبلش بالضغط على السوريين اللي هن مش انونيين يفلوا. وبدك القوى الامنيه يكون عندها يعطوها امكانيات، يعني اليوم ما بشوف دوريه على الطريق، صارت الجريمه بس من جبيل لبيروت مثلا، المناطق اللي شهدت هيك شويه حيويه سلبيه ما بتلاقي عليها امكانيه. ليش؟ لانه الجيش بده يعطون 100 دولار مثلا مشان عناصر، وما يعني ما هذا نفط ما فيه من زمان، عملوا خطه من مده وقت الثوره انه تنقول مثلا الجيش ياخذ هالمنطقه، قوى الامن تاخذ هالمنطقه، امن العام هالمنطقه، امن الدوله هالمنطقه، اذا بتتذكر حكيوا عنها. اليوم كله فرط، يعني ما في هيدي صعبة. الأجهزة ليش قلت لك الأجهزة متحللة الأجهزة، يعني إذا بتلاحظ قادة الأجهزة يعني إنه كل القوى السياسية بيقولوا عنهم إنه قادرين، لأنه أولا قلت لك منهم من الفريق الأصغر القاتل، صح، ولكن الإمكانيات هي الإمكانيات متواضعة، يعني إحنا نعرف عالم ببيئتنا. طب كيف عم يعني عناصر عم يشتغلوا شغلة تانية؟ طب أساسي مو اسمح لي، بتخاف من تفلت إضافي بهذا الموضوع؟ يعني ممكن يتطور بالأيام المقبلة إذا استمرت وتيرة الجرائم على ما هي عليه اليوم، إذا شفنا جريمة جديدة الغضب عم بيكبر شوي شوي. وانطلاقا من هون برجع بسأل عن موضوع الأمن الذاتي يلي فيه تحذيرات كتير كبيرة منه نظرا للمشهدية الساعات الماضية. ما رح سمين بس مثلا بعتقد مش بزحلة بعدة يمكن من صارت سمعت في موقف استنكار للنائب ميشيل ظاهر عن شيء صار، يعني انه في دولة وفي ناس بتاخذ امور مجراها. في محلات عم بتصير ما بيكون في احزاب، الناس عم تعمل ردة فعل، يعني مش رح ارجع اقول لك انه في ضياع، هلا عرفت وين كمان في ضياع صار فيها مشاكل، بشكة صار في مشاكل صار بين اولاد الضيعة والسوريين. فاذا اليوم لانه ثاقبه اذا بدنا نعتبر انه هن قوتيين، سمير جعجع بتعميم واحد طلعوا عن الطريق لانه حزب منظم. بس انه الخوف هو اخر شيء تصير مع ناس، مع الماسه الشعبيه، انه يصير بشي محل بشي حي مشكل وتصير بدها تامن حمايه الناس تنزل، يعني الناس تنزل اللي هو من كل المذاهب او من كل الطوائف.
يعني اليوم بطريق جديدة فيت 400 واحد على الطريق الجديدة، الفلوا من عدة مناطق راحوا على الطريق الجديدة عم يشكوا منهم بالطريق الجديدة. طب مين في مين المسؤول تحت؟ انه فينا نقول لانه بيروت انه في حدا مسؤول مختلف عن الاخر؟ بس بطبيعه الحال هذا الملف ملف النزوح كمان بالبازار السياسي، يعني لما بالمرحله الماضيه البعض بيذكر القوات وحلفائها اليوم انه كمان وقت زرتوا المخيمات النازحين بوادي خالد وقت تريدون حمايه النازحين، هذا ارتد اليوم على الداخل اللبناني من بعد كل هذه السنين. في شغله بده واحد يعرفها، انا ما عم بتجنب هلا، انا مش مجمع مواقف لأن ولا جاي بالي لا المواقف. بس يعني لا انا هذا السؤال مش منيح اقول لهون، مش انه عندكم اخطاوا الجميع اولا. طيب بس هذا السؤال يطرح لانه هذا اليوم في خطا كان في خطا بالبيئات، شو بدك الاحزاب ما كان فيها توقف. يعني بدي خبر خبريه يا اساس، امبارح صار في انه التعدي على انه مثلا سوريين. طيب في جريمتين بالبلد، جريمه كل واحد هلا ما بيقبلوا الناس نحطها مع بعضها، في جريمه قتل باسكال سليمان، جريمه قتل سور بال وصار في رده فعل بمحل معين، صار في اتصالات خارجيه انه لا اوعى تجوا صوب السوريين. ما حدا قال للبنانيه قتلوا واحد بالموساد وواحد قتلوه مثلا سوريين، ما حدا حكي فيه. يعني الخارج يعني مهتم ما تجي صوب السوري، ما تجي صوب السوري، ما يروح أبو يعني تقلق كيف يتعطل. ما هو لأنه في مجتمع دولي خوفهم بعضهم، ما هعرف سميه. في نقطة تانية، شوف بغزة 35,000 ضحية صاروا قتيل، شو صار؟ لأنه سبعة والله يرحمهم من هيئة إغاثة الأمم المتحدة قتلوا، قالوا جمعة كندا بدها توقف المساعدات وفرنسا بدها تاخذ عقوبات بحق إسرائيل، كلهم هودي ليش؟ لأنه أحيانا في ناس ما قالوا قيمة. هذا اللي صار هون باللبنان، صارت قضية ست النازحين. المجتمع الدولي له مصلحة، وبتعرف أنه المسيحيين والسنة والشيعة والدروز كلهم عم بيعانوا منهم، وبتعرف أنه في غلط يعني بالتقدير أنه السوري أنه يعني أنه الاحتضان اللي صار، أنه السعوديين والإمارات تحديدا اللي يعني وغير عدة دول وقطرين كلهم كانوا بدهم السوريين ما يفلوا، بس طبعا تحت القتل والبراميل فلوا. بس نحن عم نقول انه هودي الجماعة ليش؟ لانه عايزينهم يبقوا ببلدهم، لانه مش انت وزن الديموغرافي. هون البعض يمكن استفاد وما عم بيحكي عن فريق معين، بس في ناس تماشوا انه مناخ خارجي ومناخ عربي وانه هيدا بدي راعي هيدي البيئة، بس بالنتيجة ما حدا استفاد منهم. يعني صارت عملية عدم تقدير، سوء تقدير، انه شو استفادوا منهم اللي جابوهم؟ هي مثل ما حضرتك حكيت، مراعاة مناخ، الحديث انه كانوا معتبرين انه سيسقط النظام بخلال ايام متعددة، بالتالي تأمنت الحماية لهؤلاء النازحين. بعدين لفتني باللي قلته بالاتصال، انه اتصالات لردع تعدي على السوريين، يعني هم مظبوطة المعلومة يلي قالت انه اكثر من مرجعية منهم الدكتور جعجع تلقى هكذا اتصالات انه اضبطوا النفس؟ انه الدكتور جعجع من اول طلب هو انه ما يصير شيء بالشارع. قصه ما في حدا بيقدر اليوم يقول لجمهوره روح عمول عمل، تبعت كيف؟ ما حدا بيقدر يعملها. بس يقول يعني في بطن اذا فلتت. يعني انا بعرف انه التنان عشيه بتواضع، بعرف انه التنان عشيه صار في اتصالات بين الرئيس نبيه بري وقائد الجيش العميد زفون، وقال له قائد الجيش انه توصل مع انه طبعا في تنسيق كل الاجهزه انه لازم الدكتور جعجع يعرف بالتفاصيل. وحكي رئيس بلي مع النائب علي حسن خليل وقال له عزيبه اسمه، قال له بدنا الموضوع ما بيتحمل. يعني وليد جنبلاط عمل اتصالات، رئيس مئاتي، كلهم عملوا اتصالات. البلد ما بيتحمل ليش؟ لانه الناس محقونه، الناس محقونه، والمسيحي محقون، والسني محقون، والدرزي محقون، والشيعي محقون، كلهم متهمين بعضهم، كلهم متهمين بعضهم بالبلد. ليش؟ لأنه ما حدا متفق على حدا عم يعمله. يعني عم يعمله حزب الله، مش بس مش قابل فيه، بس مش بس مش قابل فيه المسيحي قواتي أو 14 أدار أو فارس سعيد أو بطرس حرام، لا 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 عم سمي هيك يعني يا خي، مش قابل فيه حتى التيار اللي كان حليفهم، عارف كيف؟ طيب الدرزي مش قابل فيه، السنة مش قابل فيه، بالطائفة الشيعية في ناس مش قابلين فيه. طيب ترجع بتروح انت على موضوع تاني له علاقه برئاسه الجمهوريه. طيب الطريقه اللي صارت فيها رغم انه يعني في تفاهمات
بالبلد، إلا أنه الطريقة اللي صارت فيها في مسيحيين اعتبروا في تعدي عليهم، أنه هيدا نوع من محاولة فرض. يعني السنة بيعتبروا حالهم أنه يعني اليوم مش ممثلين برئيس مئاتي، ما عندهم دور واضح. كل الناس ما فيش إلا يمكن تدوز إلى حد ما مرتاحين بزعامة وديج بلوت تيموج بلوت، إنه منطقتهم يعني إنه مرتاحين فيه إلى حد ما وبيساعدون واقفين حدهم. يعني البلد إذا بدنا نفوت عليه هيك صايرة، ما حدا راضي عن 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 أي فريق بفريق يعني ببيئته. طب هذا الموضوع بده يعمل ضغط، هذا الضغط، هذا الاحتقان. طب بدهم يعرفوه، مش إنه هون منش عم يطلع منه بيطلع السيد إنه بهدد. يا أخي طب فيك تهدد، بس ما آخر شيء، طب ما أنت انت ماشي على وتيره بالمنطقه هون اسمها التفاهمات الخارجيه. طيب ايران وسوريا، ايران والسعوديه عم يتفاهموا، الامارات منفتحه على كل الدول بالمنطقه وشفنا شو صار فيها زيارات لافته، قطرين عم يلعبوا ادوار. طيب بكره بلحظه التفاهمات رح يكون في هدوء بالمنطقه، وانت يا سيد حسن تحديدا عملت 7 أيار وقلت عنا يوم مجديد، بعدين عدته على الطاولة بالدوحة، وبعدين غطيته صفقات فساد وغطيته لقاسة آخر شيء. طب ما أنت كمان مسؤول، ما أنت مسؤول عن شعبك، أنت ما أحكي على بدين إسلامي إذا شو كان بقول النبي محمد عن حماية يعني هذا الإنسان شعبه يعني. طب أنت بكرة باللحظة بك ترجع تتفاهم أنت وياهم، طب كيف تهددهم هيك؟ مش عم بحكي بعفويك، ما قاله معنى الكلام، ما انت معركتك مع اسرائيل، طب خلص المعركه هيديك. هو يمكن اعتبر انه مش موضوع تهديد، موضوع دفاع عن طائفه شد عصب لهذا الاسلوب كمان من الاتهام، وانه الشيعه عشان هيك صار الكلام اخر فتره، انه الشيعه يقومون ويسوون وهن الدوله وهم بايدهم سلاح وبيعملوا يلي بدهم. بالتالي شعر السيد حسن يمكن انه لابد من توجيه رساله، بعمل لك انه هو بيقدر يعني يتواصل يحكي افضل من هيك. انا ما بدي احط نقطه كل واحد شو بيحكي، يعني هي الاسلوب الكلام كان قاسي ولا يليق هيك. هيدا استاذ انا من الناس اللي بحكم العمر شفنا كيف صار اتفاق الطائف وكيف انتهت الامور، امر الحرب كانوا سوا رجعوا فاتوا على الدوله وبعضهم حاكمين اليوم. شفنا بالدوحه انه يعني قبل الدوحه هذا يقول له لفريق انت قاتل، هذاك يقول له انت عميل، بعد شو قعدوا مع بعضهم بتفاهموا. فاذا هذا الكلام لا يصح. هو ليش المطلوب من السيد حسن انه هذا الكلام يضبطه ومش مطلوب من البقيه يضبطوا هذا الكلام؟ لانه ما حدا حكي، ما حدا يعني ما طلع حدا من عند الفريق الاخر. هي مش اليوم بس، هي مسار يعني الفريق الاخر بالمسار ايضا يتهم دوما ممكن يكونوا وينعت حزب الله بعبارات اخي تبينات بعبارات وهن ما هن عم بينعتوا بعضهم. بس اليوم حزب الله، طيب اليوم مش جديد علاقة السيد حسن بإيران يعني. طب أنت اليوم بدك تشوف في معركة بالمنطقة إيرانية إسرائيلية، طب ليش بدك تكون داخلها؟ يعني فتت على حرب اسمها أول شيء تبلش المشاغلة. طب ما أنت عندك سلاح على أي أساس؟ السلاح عندك إيه على أساس أنه أنت الدفاع عن لبنان. طب أنت فتت هلا عم تقول مشاغلة، يعني أنت أعطيت حالك وظيفة جديدة. أنا هذا الكلام إنه السلم والحرب وما له معنى، بيصيروا يحكوا ما له معنى، هو أقوى من الدولة هو بيشيله بحط. بس بنحكي بالأدوار. طب ما أنت تتخلي اللبناني إلى حد ما يعني مرتاح ويقول يمكن أنت بلحظة معينة كان عندك حكمة. طب ليش عم تروح على معركة ما إلك فيها ومبينة إنه مدوزنة؟ حتى رد الإيراني يا أستاذ على إسرائيل سيكون مدوزن بتفاهمات إقليمية. طب ليش هب هالوقت هيدا عم يسقط شباب وعم يسقط مدنيين وعم تدمر المنطقة؟ هيدا اللي عم يحكوا الناس، ما عم يحكوا الناس إنه تخزني إنه عم ينتقدوه أو شمت فيه. إنه أنت طب ليه نبيه بري مش مسؤول عن الطائفة؟ بس الناس في مجاعيف عم تروح لاتهام حزب الله بموضوع الإرهاب وهو إرهابي ولا ما هو. تسمح لي رح أخذ فصل تاني لأنه بالرجي رح أخذ فصل تاني ومن بعده أتابع هذا الحوار. استسمو إلى الملف الرئاسي، عندي 10 دقائق تقريبا. قرأنا بالأنباء الكويتية بالساعات الماضية مؤشرات رئاسية إيجابية عن حراك الخماسية، عن موعد أيار، عن دخول النواب إلى المجلس، يعني كل هذا الأمر بأي إطار بتحطه حضرتك؟ بالمؤشر الرئاسي بجوا الرئاسي فوقتنا على نقطة بتقول أنه كانت جيدة بس ما لها علاقة بالرئاسة، هو كلام أو موقف لنائب طوني فرنجية بقول فيه أنه هذه الجريمة أنه يجب ما تأخذ بعين الاعتبار جريمة مقتل
الفقيد باسكال، انه هذه بتتاخذ بعين الاعتبار انه تعتبر انه كانه هي سياسيه، يعني انه بمعنى راعى البيئه اللي هي مجروحه. خطوه هي ما لها علاقه بالرئاسه طبعا، ما بجيبها، بس انه هذا يعني بس ممكن ربطه بهذا، هذا المطلوب انه بهذا الواقع جد. انا عم اقوله استاذ انت لك انه يوم ما بيقدروا مثلا المسيحيين دموا بهذا النوع، بس تقول لك تحكي رئاسي يعني بهذا النوع من الخلاف، توصل على رئاسه الجمهوريه بهذا النوع من الخلاف. يعني اذا بتاخذ خي هون اشرفي، مش هقول المتن لانه انا قبل المتن بقوله عم يحكي انتخابات، بالله اشرفي انه يا خي في نقن او في نواب، يعني في خي قوات عندها ناس، كتاب عندها ناس، انطون سحناوي عنده ناس، الكتاب عنده ناس، غسان سكيف عنده ناس، تيار بدهم يقربوا على موضوع الرئاسه بهذه النظريه. ما بقى فيهم يقولوا نحن بدنا نصفي حساباتنا برئاسه الجمهوريه، يعني ما عم بحكي عن هون، ما عم بحكي نصيحه، عم بحكي عن مصير رئاسة الجمهورية بلبنان. يعني ما حدا يعتبر فيها انه بمعنى تعرف كيف بده يتفقوا، يمكن هون يكون هدف منا انه فرنجي ينسحب او يكمل او هن يقبلوا فيه او ما يقبلوا. انا ما عم بعمل ابدا اي مشكله. بس في المسيحيين يا استاذ سيمو، لا انا عم بقول هذا 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 يعني اليوم الكلام عند مين؟ المسيحيين المشرذمين يلي لا 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 يلي بقلهم الرئيس نبيه بري اتفقوا على اسم وبنشوف شو بنعمل. لا لا هون الرئيس بري غلطان، هن نقوا اسم المسيحيين نقوا اسم، تقاطعوا بين كيسين بعضهم واقفين عليه وقدروا هون ويقدر كمان للاستاذ وليد جنبلاط والاستاذ تيمور جنبلاط انه راعوا المسيحيين، وهيدي طائفه الطائفه الدزيه طائفه سياديه وميثاقيه والحريصه على يعني على التعايش، كانت موقفها كثير جيد. بس وليد جنبلاط طرح من سنتين او من السنه الماضيه يعني سنه وشوي، قال لهم يا خيي كان سباق قبل منهم، قال لهم جوزيف عون او صلاح حنين او جهاد ازعور، ما حدا رد عليه. بس صار انحكى ان قال السفير السعودي ما عندنا فيتو على حدا واستقبل الاستاذ نايف نجيع على الترويقه، عملوا هالتقاطع يعني بالنكايه بيتعاطوا رده فعل. تقلك شيء انه عم توصلك انه رده فعل اليوم بدك استراتيجيه مسيحيه، ما بقى لهم حق وحدهم يقرروا. انا ما بدي اقول هيك تكون موجود بون، انا ما عندي دور، انا عم اقول ما بقى لهم حق يقرروا وحدهم، ما يعرفوا وين رايحين لا بموضوع يعني الرئاسه ولا بموضوع يمكن الدولة والإدارة، ولكن واحد يحكي من جهة فيدرالية وما حدا بيحكي مع التاني تتأمن هذا الواقع. اليوم لازم يكون في حالة مسيحية أوسع، ما عم بيحكي ده ببكركي أو ببرات ببكركي، ما بقى لهم حق حدا يحمل مصير المسيحيين على عاتقه، لا التيار ولا القوات ولا حدا تاني. اليوم المسيحيين بهذا الدرك اللي وصلوا له مسؤولية مشتركة، ما في حدا يقول انا وحده بشيل، انا بعمل رئيس، انا بدي اجي رئيس. بدهم يعملوا ورقه عمل كيف التعاطي مع الاخر، لا هو نظام جديد ولا عقد جديد، بس يدموا بهذه الطريقه ساعتها ايه تزبط مع الرئيس بري. بس هلا انا ما زبطت معه بموضوع جهاد ازعور، اسمح لي وثيقه ببكركي بعد مش قادرين يطلع. انا ما بدي احكي يعني معك حق، انا بدي اقول بكركي الراعي ما قدر تخرج بوثيقه جامعه للمسيحيين اللي اجتمعوا تحت غطاء. انا عم بحكي عن مسؤوليتهم، انا عم اقول هاي مسؤوليتهم. انا مش اذا بدي اطلع احكي بدي اقول انه بدي اعمل مجاملات اليوم، انه اذا لو ما كان اب طوني خضر بيحكي بكم موضوع، بموضوع التوظيفات والاستاذ طلال الدبيهي بموضوع له شوي شوي بالناسحين وشوي ببيع الاراضي، هن ما بيحكوا بشيء الاحزاب غايبين كليا. ليش ما بده يزعلوا حدا بالفريق الاخر بس على بعضهم بينقضوا؟ لازم ينعمل مشروع كبير. قلت لك ليش ما بقى لهم حق يعني بهذه الطريقه يتصرفوا، وكل واحد يعتبر انه هو يمثل المسيحيين. المسيحيين وصلوا لدرك ما صاروا فيه قبل، يعني من عدم كمان القدره القياديه. اليوم نحن ما واذا كان في يعني خلافات، طب يعني كيف يجب ان يتعاطوا رئاسيا اليوم قدام اي معطى جديد موجود؟ بتطلعوا على الاقليم، بتطلعوا على الاقليم شو عم بيصير بالمنطقه. السعودي والايراني ما بده يرجع لورا، عاملين تطبيع ورايحين لقدام. السوري والسعودي على اتصالات دائمه متقدمه كثير. حماس او غزه مصيرها غامض كثير، بس المسيحي ما في يكون هو خارج اي تسويه بالمستقبل. ليش؟ لانه ما عاد حاجه ظهر من اللعبه الاقليميه، ما عاد حاجه. مشان هيك ما لازم يكونوا بس يعني بكره بيتعاطوا معهم فرقاء مفصولين عن اي، مش مطلوب يكونوا تابعين لحدا. بس حتى عن الفاتيكان بالمعنى يعني الجيد الاول للكلمه ما في هذا الحضانه. يعني بدك انت اليوم يكون في فريق الى حد ما عنده غطاء خارجي، امتداد خارجي يحمي حاله. الخليج بكره بلحظه تسويات ممكن ما يكون مثل ما هن متوقعين بعد الفرقاء،
وهذا الموضوع عم بياخدوا أنا بعين الاعتبار وعم بيحكي عنه بوضوح. هن بيعرفوا ما عم نخبي عن المواطنين. لازم يكون في رؤية موحدة وهذا مش شعر. طب إذا أنتم ما بدكم رئيس جمهورية الفلاني، طب قدموا للفريق الآخر حدا يتطمن فيه. طب بس بنفس الوقت الفريق الآخر كمان ما فيه يضلوا ماسك اسم سليمان فرنجية وماشي فيه أنا ما قلت أنا قايلها دايما، يمكن هلا ما انتبهت أقولها إنه معهم حق هن. لا معهم حق. يعني اليوم بغض النظر عن اسم سليمان فرنجية، مش المشكلة بالاسم، المشكلة كما يرى البعض هي بتعاطي هذا الفريق مع الموضوع الرئاسي. خليني أقول لك نقطة أنا عم بقصده، يمكن هيدي ما قلت، أنا عم أقول إنه قايلها دايما إنه هن معفيهم أخذوا موقف ضد يعني ضد الهيمنة أو ضد الفرد اللي عمله الثنائي. هلأ بعيدا عن إذا سليمان الفرنجية أو غيره، أنا عم بحكي أنه اتفقوا على رفض، بس أنا عم بقول لك أستاذ أنه طيب يقدموا اسم، يعني إذا قدموا هال 59 نائب اسم جديد أوكي جنبلاط أوكي وافق عليه، قدوا استميلوا حدا، طبعا الثنائي ما فيك تعمل انتخابات بدونه، ولا هو في يجيب رئيس اذا في كتل كبيره مسيحيه مش قابل فيه. هيدي مضمونه؟ لحظه، هيدي مضمونه؟ يعني بيبيل عم بتقوله مضمونه انه ما فيه يجيب رئيس بلا الكتل المسيحيه؟ يعني سليمان فرنجية بيقول مره هن مهنين على قسم منهم، يعني بيقول بلقاء انا اللي باخذه من المسيحيين بامل لي ميثاقيه. بس هلا هيدي لها علاقه بنقطه ثانيه، اذا اخذ هو واخذ 70 صوت في شكل الحكومه ما بتركب الحكومة، البلد بفراغ بده تسوي، هذا موضوع تاني. فأصلا بده نتفاهموا، يعني قدموا لقصد الفريق الآخر شخص. يعني اليوم بنحكى بأسماء، طب كل اسم مفروض بالمحل مزبوط أو لا؟ تو على العسكر صاري بيقولوا لك جوزيف عون في حدا رفضه، بيحكى باللواء بيسري في حدا معترض عليه، بتوع على السيفيل سقطوا نعمة فريم ما هديك اليوم أعلنها غسان سكيف، ومبارح كان صوري مش عم بعمل دعيل الكلمة أونلاين السيد غسان عطلة إيلا كمان غسان مرفوض من قبلنا لأكثر من سبب، القوات يمكن مش مقايدينه، بتروح على جورج خوري ما بيقطع على تاريخه، بيقولوا لك يا خيي طيب إذا يعني ما في اسم اليوم ناجي بستاني بيقول لك في ناجي بستاني في ناس بيقبلوا فيه، بعرف في ناس ما عطوا رأيهم، زياد بارود كذلك الأمر، يعني كل واحد من ما وقع، نحن عم نحكي يمكن في أسماء تانية فيها الخير والبركة، بدهم يعملوا ورقة يعني يقولوا خيي نحن هيدا اسم جديد مقبول بطمن، بعدين مين بيقول لهم لحزب الله مثلا هيك انه خي مش سلاحكم بيحميكم، نحن الضمان لكم انتم ضمان لنا، هذا الفريق المسيحي بالشراكه، يعني ما بقى انا ما بدي ضل نعيش بالماضي انه سمير جعجع او سمير جميل، بس عم نحكي انه بدك فريق جديد يطلع يقول نحن رافضين انه انتم تعتبروا انه سلاحكم بيحميكم، ومش كلمه دوله بمعنى الدوله انه الدوله، لا انه نحن الحاجه لانه لبعضنا، واللي عم يصير بالمنطقه تم يدفع الثمن، ايه بيروحوا بيحكوا معنا بهبله انه لا، واللي عم بيصير بالواقع انا يعني لانه قلت له اساس بيير واصل كنت بوجهه قلت له يعني انه اللي عم بيصير لا لازم تحكوا معنا بهبله بما يمثل، انا سمعت من سفير عربي قلت له بوجود مسؤول قواتي ثناء على دورنا بهبله وقدرته وادواره، طيب انه اليوم بدكم تعملوا خرق، بدهم يقدموا حدا يقولوا له لنبيه بري ما حفظ الالقاب انه خيي هيدا الشخص فينا بدنا نبلش من هون، بس اسمه هيدا اذا عم نحكي مش عم نحكي شعر، هيدا اذا عم نحكي انه الموضوع بالداخل اللبناني اخي بالداخل يعني بلا هو بالداخل الموضوع هون بالداخل عنا الموضوع او هو الموضوع بقرار امريكي قرار يا خيي امبارح السفيره الامريكيه جان ايف لودريان رايح على واشنطن من السفيره الامريكيه كان عندها طشتك عم نحكي بسرعه كان عندها عدد من النواب موجودين عندهم مع بالسفاره الامريكيه بتقول لهم صاروا مرتين بتقول لهم انه الخيار الثالث وانه النبيه بيري صار قانع انه ما فيه نكمل بهالطريقه وهو بيمشي بالخيار الثالث اذا ما كمل سلم انه اذا ما قطع سليمان فرنجية. لودريون قال لهم بالسفاره الفرنسيه قال لهم الخيار الثالث كان معه عنده عدد من النواب قال لهم الخيار الثالث اكيد مش جهاد ازعور سليمان فرنجية هو جوزيف عون. طب اوكي يبلشوا بالخيار الثالث يروحوا على خيارات ثانيه ما سمينا قبل شوي يبلشوا بس بدهم يبلشوا من محل. طب بيسين ما بيقبل بجوزيف عون طب كيف سمير جعجع ما بيقبل بمدير الامن العام عم نحكي انه طب بدك تجيب قاسم مشترك ولا خيار اخر في قاسم مشترك عليه تقدروا يخرجوا عم بدك تجيب انه ما عم نحكي شعر استاذ بس شعر. بالانتظار انت بدك تطمن الشيعي انك انت وياه سوا قال له هو كمان عفوا مش الشيعي حزب الله طبعا نقول لانه هو عم بيستعمل انه السلاح انا بيحميني لا مش بالضروري يحميك ما عم يحميك من اسرائيل هو عم بيطلب احسن شباب عندك عم هو عم بيطلب برئيس ما بيطعن ظهر المقاومه يعني رئيس ما بيكون ميشيل سليمان يا خيي
هلا سليمان الفرنجيه اوكي كشخصيه كلهم بيشكوا فيه بيشيلوا فيه ما عدا جبران باسيل بيشيلوا فيه بشخصيته انه شخص مرتب انه عقله براسه انه صادق. طيب بس خيي طيب اذا الامور مش ماشي انتبه وانا قلتها قلت له اياها يمكن قلتها مع عزه قلت له يمكن اخر شيء يعني حزب الله رح يستمر بضم يقول انا بدي هيدا حتى اذا قال ما بدي سليمان الفرنجيه رح يقول هو بدي هيدا الاسم وانتم بتقبلوا فيه يعني حيكون في ديل يعني حتى اذا غير رح يكون عنده هامش كبير فيه بس اللي عم بيصير شو بيصير انت بتسبق الاخرين بالحركه هذا وليد جملات ما بيهدى واضح. انا لانه وقت خلص بس دقيقه بتسمحوا لي بس بدقيقه الورقه اللي عم بينحكى عنها الورقه للحل اللي عم بينحكى عنها المرتبطه بوقف اطلاق النار بغزه بموضوع الجنوب من بعدها وصولا الى الرئاسه بمعنى انه بيتراجع حزب الله بياخذ الرئاسه كل هيدي الامور اللي اكيد حضرتك سمعتها واقعيه دقيقة عفوا لك نتنياهو حملها هوكسين يعني يقال انه هوكسين سيحملها الى نتنياهو نعيها وبايدن حمل حماس المسؤولية وهوكسين حسب ما انا عم بسمع انه عم بقول انه ياتي على لبنان بعد ما تنتهي غزة لانه حزب الله عم بقول بعد غزة بنحكي باي موضوع يعني هي هالورقة هي فيها حل شامل لموضوع حتى النقاط الحدودية المتخلفة على صح 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 الفرنسيين خبر خبرية إذا ما عاكتم دقيقة فيني دقيقة وشوية الفرنسيين بلغوا بلغوا الأسد الإسرائيليين بلغوا الفرنسيين وكانوا عم يعملوا واسطة إنه إذا بيعطينا بشار الأسد إنه مزارع شبعة لبنانية نحن ننسحب منها راحوا حكروا الفرنسيين مع بشار الأسد بشار الأسد كان بده يعمل علاقات دولية وعم ينفتح بالموضوع العلاقات الدولية مثل ما يعني سهل بعدة علاقات عم تبني له علاقات خارجية بأنه أنا جاهز أعطيكم ورقة وعلى ضوء بتم انسحاب من مزارع شبعة يمكن إسرائيل ينسحب أو لا ما بعرف اسألوا نيها لأنه أنت فرنسيين عنده نيها من وقت الانتداب بيحكي ما بقول له بعطيكم نيها كان يوم أربعة أنا بخبرنيها حدا دبلوماسي فرنسي ما عم بيحكي مثل ما بيحكوا بعض الناس إنه عم بزيدوا أنا سألت إذا فيني أقول هالكلام قال أوكي على أساس يوم ثلاثة مستنزين ياخدوا الجواب بتعل القصة بلشت ببين وقتها إنه حزب الله ما بده انسحاب من شبعة ما بده هذه الورقة هاي إلى تبعت كيف وقتها بقول السيد حسن انه اذا باحد خطاباته من 4 اشهر او 3 اشهر انه الامم المتحده ما حدا بأمننا وما في ثقه فيها لانه القرار مش محلي بعده مطلوب اليوم وهيدا الخوف انه الحزب يضم مشغل اسرائيل مش مشغلهم عن غزه وبنفس الوقت ايران عم بتفاوض على حساب لبنان تضمها هي محسنة ظروفها ومن هون وقت اللي ضربت أمريكا أول مرة الحوثيين عندما عملوا عملية طلعوا الطيران البريطاني من قبرص وزير خارجية عمان سلطنة عمان انتقد الأمريكيين لأنه وقتها عطلوا مفاوضات عم بتصير وهلأ المفاوضات عم بتصير هي أمنية ما حدا في واقع فأذن أنه البلد دايما عم يدفع ثمن هيدا اللي عم يقال وهيدا عم بيقولوه المسيحيين بكد فرقاءهم أنه بالوقت الضايع أنتوا عم تعملوا معركة مشاغل عم يدفع حقها المواطن الشيعي ويرحم كل ويرحم كل اللي ماتوا بهاليومين. شكرا لك أستاذ سيمو أبو فاضل رئيس تحرير موقع الكريم شكرا شكرا طبعا شكرا للمشاهدين على المتابعة رح نكون بعد شوي بنقل لوقائع جنازة ودفن باسكال سليمان عبر الأو تي في نلتقي بوقت لاحق إلى اللقاء